الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله وعجل فرجهم. أعوذ بالله. قال الله تعالى في محكم كتابه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تعرضنا لها في أكثر من محاضرة في بيان معنى العفو. خذ العفو، ما معنى العفو؟ ماذا يقصد بالعفو في هذه الآية المباركة؟ فكان هناك يعني ذكر المفسرون أن لها أكثر من معنى. المعنى الأول الذي تعرضنا له هو معنى الإنفاق، العفو بمعنى الإنفاق، اعتمادا على الآية المباركة: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فاعتمادا على هذه الآية باعتبار قرينة العفو، فرأى بعض العلماء أن العفو هو بمعنى الإنفاق. ثم هذا المعنى تفرع إلى أكثر من معنى هم تعرضنا له. المعنى الأول وهو التوسعة على العائلة، ذكرنا في محاضرة كيفية التوسعة على العائلة. هسه ما أدري، أكو موضوع طبعا لما الأخوة نزلوا المحاضرة، كانت المحاضرة مقتطعة يعني قسم من عدها، أحد الأخوة اتصل علي قال لي أنا سمعت المحاضرة وإشكال كان عليها. بعد قلت له بالنسبة باعتبار أنت ما سمعتها بشكل كامل. المهم قضية الإنفاق أنا تعرضت له بالنسبة للتوسع على العائلة. هناك إنفاق واجب، هناك إنفاق مستحب. الإنفاق الواجب مثل ما تعرفون أنه يكون الإنفاق على الزوجة وعلى الأبوين والأولاد. الأبوين وإن علوا، الأولاد وإن نزلوا، يعني ابن ابنك إذا كان فقير لازم ينفق عليه، هذا ذكرته. أريد أقول هنا أكو قضية مهمة، قضية الإنفاق على الزوجة، قبل لا أتطرق لهذا الموضوع. على كل حال إحنا اليوم إن شاء الله في عبادة، ومن استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. إن شاء الله اللي إحنا راح نذكره هو عبادة باعتبار نذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أهم عبادات هذه الليلة، ليلة القدر إن شاء الله، أنه التعلم وذكر الله سبحانه وتعالى. والموضوع اللي أختاره أنا في هذه الليلة هم له ارتباط وفائدة، وهو راح يكون الإنفاق والتصدق، أيضا من أهم الأمور في حياة الإنسان والتي تنفعه في الآخرة هو التصدق. فلذلك أقول بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، لا شك أن القرآن الكريم لما إجى خلى الرجال قوامون على النساء، هذا حكم شرعي. إحنا لما نتعرض يعني نجي للأحكام الشرعية الإلهية، أنا لما صار عندي إيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو الآمر وهو الناهي وهو المالك، لما صار عندي هذا المعنى، بعد هذا توصلت له من ناحية عقلية، بعد من ناحية تشريعية من يجي خلي لي برنامج لسعادتي في الدنيا والآخرة، كون بعد ألتزم، ما ظل حسب هواي وحسب مزاجي يقول هذا يعجبني وهذا ما يعجبني، لا. زين، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما يصير. أنت إما آمنت وإما ما آمنت. آمنت لازم تطبق تعاليم الله سبحانه وتعالى كاملة، يعجبك أو ما يعجبك. من التعاليم الإلهية الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قواما على المرأة، خوش، هذا القوامية للرجل لما جعلها الرجل يعني هو خلى عليه تبعات تكاليف، من التكاليف هو الإنفاق، أنه الرجل ينفق، خوش، وخلى على المرأة واجبات، مثلا الإنفاق ينفق على المرأة، هاي واجبات على الرجل، بالمقابل أكو واجبات على المرأة، وهو أنه المرأة الطاعة
عدم الخروج بغير إذنه، التمكين، هذه واجبات المرأة اللي ذكرونها محصورة يعني بهذن الأمور، غيرهن ماكو. خوش الآن لما تجي المرأة تقول له أنا، تقول للرجل، تقول له أنا الإسلام شرع لي لازم أول شيء تنفق علي، يا من عيني أنا أنفق عليك، والإسلام هم قال لي أنت بالنسبة للخدمة الكذا مو واجب عليك. خوش أقول يعني الإسلام هم قال بأنه المرأة ما تطلع بدون إذن. إذا أنت تصيرين حدية وهو يصير حدية بالنسبة للتشريعات الإلهية اللي إليك واجبات وعليك عليك واجبات وإليك هم واجب عليك لابد تأدينه، وهم إليك حقوق لازم تاخذينها. إذا تردين تاخذينها أنت بالمليم، وإذا الرجل يريد يأخذ حقوقه بالمليم ما راح تصير الحياة، الحياة راح تصير صعبة. أنا أريد حقوقي بس ما أريد أنطي واجبات، ما يصير. الرجل أريد أنا ما أطلعين من البيت، خو حتى لو أبوك مات ما أقبل الطلعين هنا يعني، وياك إنسانة أنت. بالمقابل تقول له أنا، هو يطلع للشغل ويرجع تعبان، غير يجي من يجي يلقى مرة تقوم مو بواجبة، خلينا نقول مو واجبة، تقوم بواجبات رعاية الأولاد خدمة. إذا تقول له لا أنا ما لي علاقة، هو يقدر عنده هم ضغط يقدر ما خليش تطلعين أنت، غير تقول من ناحية شرعية، ذا من ناحية شرعية هذا ما تطلعين خلاص ما ترحين. هسه عنده هم طريق ثاني، المهم يقدر يتصرف. مقصودي القضية، علماءنا شو يقولون؟ يقولون القضية لابد تكون مو بالقانون الدقي، لا تكون بالقضية الأخلاقية بين الرجل والمرأة، يصير تكافل وصير تعاون حتى تصير محبة زين. لا هي تدور على حقوقها وما تعطي واجبها، ولا هو يدور على حقوقه وما يعطي واجباته، يصير تكافل. لا أنا راتب السنترلينج مالي بجيبي ومن أشتغل بجيبي، لأن الإسلام يقول ما يجوز تتصرف، ما يجوز تأخذ، ما يجوز تسأل عن فلوسها قد عدها ما عدها قد دخلت قد طلع، ما لك علاقة. صح يقول الإسلام هيك، والإسلام يقول لابد الرجل ينفق عليها. خوش تأخذين فلوساتك من السنترلينج ولازم أنا أنفق عليك زين، بالمقابل أنت خو لازم هم تمشين بأمري، أزوج عليك 2 و3 زين، ما خليك تطلعين من البيت، تقدرين ما تقدري، خول ليش ما نمشيها وتمشي بالتوازن، أنه يصير أنت لا كلش تدور تسوينها بالدقة ولا أنا أسويها بالدقة، أنت من تردين طلعين أنا إذا لي ثقة بيك، وتمشين وتحفظين من ناحية شرعية وتحفظين دينك وتحفظين حجابك وكذا وتطلعين زين، يعجبك تروحين يم صديقتك، يعجبك تروحين يم أهلك زين، بس كون تحفظين هذا مكانة البيت. بالمقابل أنا هم هالشكل يعني، تأجي من أرجع من البيت ألقى لقمة مطبوخة، ألقى أولادي محفوظين، ألقى كذا، يعني يصير تعاون. مو واجب عليك، مو واجب عليك، لا واجب أخلاقي، مو واجب شرعي، واجب أخلاقي. صلوا على محمد وآل محمد. مثل ما قلنا ترى كلامنا عبادة، وإن شاء الله تونا راح نبدأ المحاضرة، ف يعني استميحكم عذرا ان شاء الله. زين مثل ما قلنا محاضرتنا الان تبدي، خذ العفو. معنى العفو قلنا للعفو اكثر من معنى. المعنى الاول العلماء قالوا معنى الانفاق، العفو معنى المقصود بهذه الايه الانفاق. قرينه الايه يسالونك ماذا ينفقون قل العفو، خلص هاي اكو قرينه فقالوا الانفاق. من اجوا للانفاق شنو يقصدون بالانفاق؟ قلنا التوسعه على العائله هذا واحد. 2 العفو هو ما زاد عن الغنى، اذا واحد غني ينفق، هذه هم ذكرناها بمحاضره ثانيه. المحاضره اليوم ان شاء الله وهو العفو معناه يعني الانفاق، بس الفرع ماله انه المال الطيب، انفاق المال الطيب. الآية المباركة اللي تبين هذا المعنى بشكل دقيق، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم
ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. نتدبر في هذه الآية المباركة. أولا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه الآية أكو روايتين في سبب النزول، ذكر سبب النزول مثل ما تعرفون أنه مثل ما يقال أن المورد لا يخصص الوارد، الوارد وهي الآية المباركة، المورد هو سبب النزول. نعم، يمكن أن يفهم من خلال المورد الآية شنو مقصودها، شنو تعني، يعني تعيننا على فهم الآية، بس هي ما تخصص الآية. زين، وإلا إذا خصصت الآية وتخصصت الآية بهذا المعنى مات القرآن، والقرآن يجري مجرى الليل والنهار، مجرى الشمس والقمر. فإذن السبب الأول للنزول، السبب الأول ذكر عن الإمام الصادق عليه السلام، قال أن جماعة كانوا في زمان الجاهلية، هؤلاء الجماعة كانوا يعملون بالربا، فلما أسلموا، طبعا يعملون بالربا ربحوا، عندهم أموال صارت، لما أسلموا وإجوا للمدينة هاجروا، بعد هاي الأموال عندهم كانت، فهذه الأموال اللي عندهم قاموا ينفقون في سبيل الله. يقول هذه الآية نزلت بأنه إحنا هاي أموالكم ما نريدها، رغم أن الآية المباركة مال التحريم الربا اللي نزلت قالت ولكم ما سلف، يعني ما بها أثر رجعي، كسبكم للأموال اللي كسبتوها عن طريق الربا قبل تحريم الربا زين خلص إلكم، لكم رؤوس أموالكم زين، فهاي اللي أخذتوها انتهت، أخذتوها. مع هذا الآية قالت أنفقوا من طيباتي ما كسبتم، ما مقبولة. هذا السبب، سبب النزول الأول. السبب الثاني أن الإمام علي عليه السلام يذكره، يقول أن بعض الصحابة خلينا نقول في المدينة عندما كانوا ينفقون أو يعني يأتون بالزكاة كانوا يأتون بالحشف، تعرفون أنتم بعد التمر زين أكو بيه حشف، هم كانوا يجيبون الحشف يخلطونه ويا التمر، يعني الرديء مع الجيد، ويقدمونه للزكاة. نزلت هاي الآية أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. إذن لابد أن يكون الإنفاق من الطيب. شنو المقصود بالطيب؟ المقصود بالطيب يذكرونه طبعا لغة هو الطاهر، باللغة هو الطاهر النقي. فالطيب حسب ما يذكرون العلماء لابد يكون طيب من جهتين، طيب من ناحية مادية وطيب من ناحية معنوية. يعني طيب من ناحية مادية لابد أنت من تنفق الشيء الجيد مو الشيء الرديء. يعني أنا لما أجي عندي دجداشة لبستها 6 أشهر 5 أشهر خلاص شبعت من عدها، أشوف لي فقير وأقول له تفضل، أنا بنظري أني متفضل على هذا الفقير، بس الله سبحانه وتعالى هذه ما يتقبلها، ستتحصل ثواب هذا بحث آخر إن شاء الله يجينا. بس هذه يذكرون العلماء فيها أمرين، الأمر الأول ما سوت لك ترقية لنفسك. ليش ما سوت ترقية؟ ما سوت تزكية لنفسك، لأنه أساس من الأمور حكم الإنفاق أنه يفيد تزكية النفس، يرقي النفس زين، يعلم النفس على الإيثار. لما أنا أجي أنفق دجداشة شبعت من عدها، أصبحت خلينا نقول حتى لو بعد هي نظيفة وبس أنا استعملتها شوية، هنا أنا من أنفقتها بعد شبعت منها ما أريدها، يعني أنا حتى لو ما أعطيها للفقير هو أنا خلص بعد ما أريدها، فالنفس عزفت عنها.
هنا ليش ما صارت ترقية النفس؟ النفس أنت من تريد تنفق شيء كنت تنفق شيء النفس مكلبة بيه تريده، فأنت تفك من عدها تأخذه من عدها، زين ترغمها على دفع شيء هي تحبه، هنا يصير ترقية للنفس، هنا يصير قوة للنفس، هنا يصير تزكية للنفس. أما إذا شيء هي النفس خلاص شبعت من عندها ما رادت، ماكو تزكية للنفس. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية إهانة للفقير. يعني هو إحنا كل إحنا نعرف هاي الشغلة، أنه بعض المرات الفقير مثلا يشوفك لابس دشداشة تعجبه يتمنى يلبسها، بس يتمنى يلبسها جديدة، مو يتمنى يلبسها أنت لابسها ومال من عدها وتطيه إياه، يعني ما يشوفها مثل ما هي. بعدين تحقير إلى وإهانة، تحقير إلى وإهانة، هاي الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه قضية الإنفاق، هذا نتكلم إحنا على قضية الأمر الطيب، قضية المادي، قضية الإنفاق أكو علاقة بينك وبين الفقير وبين الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. أنت جاي تسلم هذه اللي أنفقته تسلمه لله سبحانه وتعالى بالأصالة، وبالتبع يأخذ الفقير. أنت ما جاي تطي للفقير، أنت جاي تطي لله سبحانه وتعالى. لذلك يعتبر هذا إهانة لمقام الله سبحانه وتعالى. يقولون عادة أنت لما تريد تهدي هدية للملك، ملك ملوك هاي المتعارفة بيناتنا، لما تريد تهدي له هدية، يعني معقولة أن تروح تهدي له دشداشة لابسها أنت وتطيه هي ملك؟ يصير أكو واحد يسويها؟ أصلا ما يسويها، زين. فكيف بملك الملوك وهو اللي جاي يستلم الهدية؟ لمو إحنا نقول أول مرة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير؟ شنو معناه؟ يعني أنت جاي تقدم لله سبحانه وتعالى لا يتناسب مع ذاك الشأن. فشلون؟ لازم تقدم الشيء اللي أنت تحبه. لذلك القرآن هذه الحقيقة جاي يقررها في أكثر من آية. ليس البر، لن تنالوا البر، عفوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، زين. حتى في سورة الدهر اللي وردت بالرسول صلى الله بالإمام علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليه والحسن والحسين عندما كانوا صائمين نزلت، زين. هسه الآية راحت عن بالي سبحان الله، زين. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن على حبه، فإنفاق الطعام يعني هو الإنفاق مو بس مخصص بالطعام، هذا مصداق من المصاديق والأبرز يعني، لكن الإنفاق في كل شيء، إنفاق بالجاه، إنفاق حتى الإنسان إذا عنده مسؤولية في أي شيء، في أي مقام الإنفاق، من ينفق بالعلم إنفاق، زين. فهنا الإنسان لابد أن ينفق ما يحبه. لذلك الآية قالت مما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما كسبتم تريد التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض تريد القضايا الزراعية والمعادن. فهنا تفهم من جابت مما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني تريد تقول كل شيء. يعني شو تريد بعد؟ هو أنتو من المتاجر أعمالك كذاك انفق من عدها، مما أخرجنا لكم من الأرض يعني والمعادن وهذه كلها، يعني كل شيء تكتسبه انفق منه، بس كنت تنفق من الطيب، زين، من الطيب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. يريد يقول لا تطلعون الخبيث، هسه الخبيث اللي هو مقابل الطيب، والطيب ذكرنا المعنى الأول وهو شنو؟ الجيد اللي مقابل الرديء. لا تنفقون هذا الرديء تغمضون ولستم بآخذيه،
تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت لو يريد يقول لك لو أنت تخلي مكانك مكان الفقير ويجي هذا الفقير أو الغني ويريد يعطيك هاي الدشداشة اللي أنت تريد تعطيها للفقير، أنت شنو وضعك بهاي الحالة؟ تأخذها؟ تأخذها إذا تتساهل، إذا تغمض في ذلك الشيء تتساهل تأخذها، بس من تأخذها تتأذى لو ما تتأذى؟ تتأذى. يعني أنت تقول يا لو هذا جايب لي دشداشة جديدة، ليش جاب لي هاي المستعملة؟ زين؟ فتنفقون ولستم بآخذي. ينقل عن الإمام علي عليه السلام يقول اشترى ثوبا جديدا أحبه فأنفقه، قيل له لما أنفقته؟ قال أحببته فأنفقته، لأن القرآن يقول زين أنفقوا مما تحبون. يقول كان الحسن والإمام الصادق عليه السلام ينفقون السكر، يقول أنتم ليش تنفقون السكر؟ يقول لأنه هذا السكر إحنا نحبه، فلذلك الله يقول أنفقوا مما تحبون. أكو حادثة عن أبي ذر، جاء ضيف، هذا الضيف قال له أنا مشغول، أبو ذر قال له أنا مشغول، فأنت أكو عندي إبل، روح اختر خيرا منها، خيرا واحدة أفضل واحدة بيها جيبها لي حتى يضيفه. هذا راح جاب له هزيلة، جاب له واحدة من الإبل هزيلة، قال له أنت خنتني لما أتيتني بهذه الهزيلة، قال له مو أنا من رح شفت الإبل مالتك ما لقيت الجيد إلا الفحل، وقلت أنت تحتاجه هذا الفحل، قال له أنا أحتاجه مو في دار الدنيا، أنا أحتاجه في حفرتي بالقبر هناك، هذا أحتاجه. والنوب إجا يعطي موعظة، قال له المال يا هذا المال فيه ثلاثة شركاء، ثلاثة يشاركونك، الشريك الأول القدر، هسا أنت قال له هاي الإبل اللي عندي إذا إجا القدر ويريد يأخذ وحدة من عدهن ما أقدر أمنعه، فهذا شريكه ياي القدر. والشغلة الثانية الوريث، هم أنا باكر بمجرد أنا موت وحطوني بالحفرة يرجعون بهذني ويأخذونه ويلعبون بهن بكيفهم. والأمر الثالث أنت، فلا تكن أقل الشركاء، خلك أفضل الشركاء وقدم لنفسك أفضل الأشياء، إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، أن الله غني حميد. يريد يقول لها أكثر من معنى، يريد يقول ترى الله سبحانه وتعالى هو غني، يعني مو يريد من عندكم، هو طبعا أنت راح تعطيه هي إلى قلنا، بس هو غني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غني، بس شنو هنا يريد من عندكم على مود هو اختبار لكم، يريد يشوف أنتم تقدر تحارب نفسك لأجله، تقدر لأجله تؤثر على نفسك وتقدم الطيب الطاهر، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه الطيب لابد يكون حلال، يعني أنت لما تريد تقدم لله سبحانه وتعالى الطيب لابد أن يكون الجيد في مقابل الرديء والحلال في مقابل الحرام. الله لا يتقبل من الإنسان، إنما الله يتقبل من المتقين. واحد مو يروح البعيد، يروح يسرق أو يروح يأخذ شغلات مثلا غير شرعية ويعمل فيها الخيرات، ما تقبل منه، ما تقبل منه. أنا مثلا أريد أخذ شغلات مو شرعية وأريد أروح بيها للحج، مستحب أريد أروح للحج، يعني شنو حجي؟ زين؟ أريد أنطل للفقير حصل بي ثواب؟ سرقت. لذلك يقولون في اليوم أبو ذر شاب له واحد يسرق وياخذ ينطي للفقير، قال له أنت جاي تسوي؟ قال له مو الله سبحانه وتعالى يقول الحسن مقابلها عشر حسنات، زين فأنا أخسر واحدة وأنطي تسعة أربع تسعة. قال له يا هذا إنما الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل من المتقين، يتقبل من المحسنين، أنت مو متقي بهاي الحالة، أنت سارق، أنت جاي تحصل إثم. هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.